تم استهداف بلدة جرجانز البارحة بعدة صواريخ شديدة الانفجار تراوحت على فترتين، فترة الصباح الأولى وكان هناك طفل واستشهد بعد نقله إلى المشفى الميداني القريب من البلدة، وفترة المساء كان هناك 8 جرحى بينهم نساء وأطفال. القصف كان من قوات النظام متمركزة في الجهة الشرقية من البلدة. قام الدفاع المدني باستجابة سريعة وتوجه إلى المكان فورا. تم إسعاف الإصابات وتفقد المكان بشكل كامل وتأمينه. امبارح الصبح طبعا تعرضنا لقصف بالقنابل العنقودية، استشهد طفل ورايح ذاهب لمدرسته، عمر الطفل ما يقارب 13-14 سنة، وبالليل كمان تقريبا الساعة 8 ليلا كمان تعرضنا لصواريخ عنقودية، صواريخ شديدة الانفجار صوتها قوي كتير، كلها أطفال نايمة، شيوخ كبار نايمة، تعرضنا للقصف، ضلينا تقريبا للساعة 11-12 بالليل طالع العالم تحت الأنقاض، أكثر من عائلة تحت الأنقاض. ما في غير المدنيين، ما في غير المدنيين، ما في غير المدنيين.